واصلت وزارة الداخلية جهودها لتواجد الأمني في محطات الوقود ومواقف السيارات، وذلك لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمنع احتكار السلع البترولية وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لتعريفة الركوب الخاصة بالسيارات الأجرة، سواء على الخطوط الداخلية أو الخطوط بين المحافظات. فقد كثفت الوزارة من حملاتها الأمنية على مواقف السيارات بالمحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأيضا على كافة محطات الوقود لعدم احتكار المواد البترولية أو التلاعب بأسعارها. كما قامت الإدارة العامة للمرور بمتابعة خطوط السير لضبط المتلاعبين بأسعار التعريفة الجديدة، والتنبيه على كل السائقين بضرورة الالتزام وعدم رفع سعر الأجرة على المواطنين. كما طالبت الإدارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تلاعب بالأسعار تصدر من أي سائق. هذا وتؤكد وزارة الداخلية على حرصها الدائم على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخالفات أو تلاعب بأسعار التعريفة بخطوط السير.